وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ. رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. تالله إن كنتم
إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ صَدَقَ اللَّهُ.